كيك رخامي بصوص الجبن ومذاق القهوة والشوكولاتة من ألد ما يمكن تذوقوا ومن ألد ما يمكن الضيوف ديالكم يتذوقوا عندكم. ناجح من أول تجربة وكيجي لذيذ 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 بزاف. تابعوا معي الفيديو إلى الآخر باش تعرفوا معي المقادير وطريقة التحضير. وإذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ما تنساوش الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو باش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. في خلاط كهربائي غنوضعو ثلاثة البيضات بدرجة حرارة الغرفة، غنضيف عليهم واحد الكاس مع عامر ديال الفانيلا، هنا متوفرتش عندي درت غير سكر كلاصي، كاس مع عامر ديال الزيت النباتي، صاشي ديال الفانيلا واحدة أو لا إلا عندكم الفانيلا السائلة فلا تقدرو ديروها، واحد المعلقة صغيرة، كاس مع عامر ديال القهوة. غندير هنايا واحد الكاس وكنخلط فيه واحد المعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان وكنضيف كل شيء وكنخلط حتى كيتمزجوا ليا كاع دوك المكونات. كنديرهم هكا في بول، كنزيد عليهم زوج خمارات حمرين اولا البيكن باودر وكنضيفو الدقيق. الدقيق هانتوما غتشوفو معايا القهوة ملي غنحصل عليها تقريبا كتهز ليا واحد ثلاثة الكيسان ما عامرينش، يعني ما بين زوج كيسان ونص حتى لثلاثة الكيسان. هانتوما غتشوفو القهوة ملي غنحصل عليه. الكيك ديالنا ما كنخدمهاش بحال الكيك العادي اللي كيجيني القوام ديالها شوية يعني ما بين تقيل وخفيف، هنا كيخصها تجينا شوية تقيلة. علاش؟ حيتاش في الاخر غادي نسقيها وهاديك هي السر ديال اللذة ديالها وكتجينا زوينة بزاف. مهم كنبقى هكا كنضيف الدقيق اللي كيكون مغربل طبعا وانا كنضيف وانا كنخلط حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. كنزيد هنا واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه حتى هي كتخلي لي واحد اللذه رائعه جدا مع ديك الشوكولا والمذاق ديال الجبن في الاخير، فراه كتعطي واحد اللذه رائعه رائعه جدا. صافي غنضيف هنا واحد معلقه ديال الخل معلقه كبيره صافي وكنحصل على هذا القوام هذا. كيف كتشوفوا ملي كنهز ديك الخليط ديالي فكيهبط ليا وكنقدر نشكل به يعني شكل ثمانية. هنا كنقسم الخليط على زوج، الخليط اللي غادي نضيف عليه واحد زوج معالق كبار ديال الكاكاو المر او شكلات المر بودر والنص الاخر كنخليه عادي. صافي هنايا في المول ديال الكيك من بعد ما دهنتو بالزيت اولا بالزبده كترشوه بالدقيق وكتبداو توضعو، كنوضع الخليط الاول اللي هو ديال الكيك الابيض اللي بقى وكنوضع فوقو شويه ديال الخليط الاسود وكنبقى هكا بنفس الطريقه. كنوضع شويه الخليط الابيض من فوق وشويه الخليط الاسود، ولكن بحال هذاك الخليط الابيض كيكون شويه اكثر من داك الخليط الاسود، يعني الخليط الاسود ما نحاولوش نحطوه طبقه وحده لا كنديرو وانا كنخطط وكنخلي دوك الخطيطات ديالي باينين باش هكا كتجي ديك الزخرفه ملي كيطيب لينا الكيك ديالنا كيجينا داك الشكل الرخامي من الداخل. صافي كنبقى هكا نضيف كيك كيكون فكنكمل الكميه كامله ديال الخليط، كنحاول نخطط من الداخل. وكيف كتشوفوا الخليط ديالنا راه ما جاريش، يعني الكيك الى جا جاري فراه هذاك الاشكال كلها غادي تختلط. هنا كيبقى لينا الخليط شويه مجموع، علاش قلت لكم؟ حيتاش الكيك ديالنا من بعد غادي نسقيها، اذا كانت ما كتسقاش فراه طبعا كيخاص الخليط ديالنا يجي شويه خفيف. صافي هنا كملت الكميه كامله، كناخذ واحد الكوردون وكنبقى هكا نخلط وكندخلوها للفران اللي يكون مشعل من قبل على 180 درجه من التحت حتى كطلع وكنشعلو عليها الفوق. من بعد ما خرجتها كيف كتشوفوا كنبداها كنثقبها بكوردون اولا بديال السنان اولا فورشيت كيبقى لكم الاختيار. وكناخذ واحد الكاس ديال القهوه اللي كيكون درت فيها ماء ساخن ومعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان اولا جوج معلقات صغار وكنسقيها هكا مزيان. كنخبي داك الكاس كامل، يعني الكاس ديال العنبه راه كافي جدا وكتجينا واحد الكيك لذيذه 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 زوينه بزاف. اللي تقع عندكم غيسولكم اكيد على بالنسبه للصوص ديال الجبن فوضعت فيها زوج ديال الجبن المثلث مع ثلاثه المعالق كبار ديال نسلي كراميل، كنخلطهم هكا مزيان بالفرشات وكندوبهم شويه في دماغي وكنخطط بهم هكا الكيك ديالنا من الفوق. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتخليوا لي التعليقات ديالكم وما تنساوش البارطاج 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 باش ان شاء الله القناه ديالنا تكبر وتشجعوني باش نزيد لكم مزيد من الوصفات. السلام عليكم.